ما زلنا معكم مشاهدينا في برنامج صباح الوطنية، تحياتنا لكم انتم اللي اخترتوا برنامج صباح الوطنية. رايحين نكملوا معكم فقرتنا الثانية لنهار اليوم، وين اكيد راح نناقشوا معكم موضوع اسعار المواشي بما انه رانا قراب لعيد الاضحى المبارك. رايحين نتعرفوا تقريبا على كل ما يخص السوق الجزائرية، سوق المواشي في هذا الصباح يا سمية. نعم كريمة، كما ذكرت اكيد المواطن يتساءل اسئلة كثيرة مش فقط عن سعر الأضاحي وإنما كل شيء، كيفاش حتى يختار أضحية العيد أو كبش العيد كما نقولوا له حنا يعني. أو حضر معنا اليوم فلاح السيد عبد الحكيم بو رقعة حتى نتفصلوا أكثر في هذا الموضوع. صباح الخير سيد عبد الحكيم. وعليكم السلام، وش حوالك؟ لاباس؟ والله لاباس الحمد لله. الحمد لله. نعم يلا صباح الخير ومرحبا بك معنا أكيد في برنامج صباح الوطنية. السوق اليوم ما بقعدناش بزاف على العيد، عيد الاضحى المبارك او العيد الكبير كما نقولوا له حنايا. احكي لنا تقريبا كيفاش راهي السوق الجزائريه هذه الايام. السوق الجزائريه هذه الايامات السومه راه كاين السعر كاين بزاف، كاين سعر الخروف التالي راهو كامل 5 ملايين و5 ملايين و200. نعم. العياده المليحه اللي كانت تسوى العام اللي فات 8 ملايين صنع 10 ملايين، بين العام هذا والعام اللي فات زياده تاع 2 ملايين. بس ما نغلطوش كامل الناس. عبد الحكيم فقط، علاش هذه القفزه النوعيه؟ يعني انا نشوفوا الاسعار ضعفت. وعلاش؟ الاسباب؟ اسباب من اسباب العلف. العلف غالي، العلف غالي ما كاش العام هذا رانا في الجفاف، الناس كامل العلف والمال ما كاش اللي يقول لك انايا كنت مسرح، صح كان يرعى به وياكل في الدار لازم يعلف. لكن اسمح لي فقط عبد الحكيم، العام الماضي كان كاين جفاف لكن الاسعار ما كانتش كيما هذه السنه. لا غالب دوكا كل حاجه زادت، ما كاينش ما زادت، زاد معلي العام هذا منعوا الخروفه باش تذبح، منعوا البقره باش تذبح، والخروف قليل. علاش منعوا ربما يعني؟ باش ما يتقطعش النسل. نعم. هذه حاجه مليحه، مبادره حاجه مليحه اللي دارتها الدوله، علاش باش ما يتقطعش النسل. صافي منعوها الخروفه والنعجه ما تذبحش. الطلب ولا الخروف بزاف. مادام الطلب كاين والعرض قليل، السوق يزيد يطلع. لكن ربما لما يكون الطلب كثير نعرفوا ربما ينقص السعر، لكن هنا يعني لا. الاشكاليه توقع العرض ما كانش بزاف، ما كانش التربيه من الناس ما يشربوا بزاف كما كانت بكري. نعم. طيب انت سيد عبد الحكيم يعني تربي ام تشري يعني في العيد؟ انا يا فلاح ربي 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 السلعه، وكي تخلص السلعتين نعاود نشري نخدم شويه. نعاود نشري، عندي موالين سبيسيال نشري عليهم. يعني المواشي اللي عندك اليوم يعني انت ربيتها؟ انا اللي ربيت من ربي انا حتى الطرف اللي ربيه، من بعد كي يخلص المواشي تاعي مع اللي عندي مشتري الله يبارك نعاود نجيب نروح نشري من السوق، وكي نشري نعرف على من نشري ما نشريش برك. حتى في المواسم الاخرى الاعراس وغيرها نخدم انا الاعراس وليمات العقيقات. الموسم العام كامل نخدم انا. رمضان ثاني كامل نخدم، يجوا الناس يشروا عليا نذبح لهم ثمايتيك ويدوا ندير باطوار نذبح لهم. نعم. عبد الحكيم فقط قلنا مواطن يجي باش يشري أضحية العيد يعني كبش العيد، كيفاش يقدر يختار يخير الأضحية ديالو الكبش؟ إيه العيد لازم فيه شروط، كاين كيما الكباش كيما الماعز كيما الأبقار. كل حاجة والسنة تاعها، كيما الأبقار لازم تكون عامين تكون ثنية. ولازم اللي يكون يشري يعود يعرف يخير، ما يخيرش واحدة هزيلة، ما يخيرش وحده كبيره بزاف لخاطر العياده ما تشريش لازم حاجه كبيره بزاف. هذه بالابقار. كيما الماعز لازم يكون ثني في عمره، ثني كسر ثني في عمره في عام. كيفوت العام يجوز العياده. تربوا الماعز انتم كذلك؟ ربوا الماعز، كاين اللي عندهم كوليسترول وصحاب السكر يدوا الماعز. كيما الكباش فوق 6 شهر. كاين حاجه واحده اخرى، لازم ما تكونش عرجه بين عرجها. ما تكونش الدم يسيلها مثل ناطيحه ولا الدم يسيلها. ما تكونش عمياء. ما تكونش هزيله. عبد الحكيم فقط قولي المواطن كيفاش يقدر يتعرف على هاد يعني اذا كان مثلا الماعز مريضه او لا، كيفاش يقدر يتعرف على هاد المواصفات؟ كاين الناس يعرفوا، ولازم هذه من الناس اللي يكونوا يبيعوا، اللي يكونوا يبيعوا عندهم نقاط تاع البيع لازم يخير العياده قبل ما يشريها، على خاطر كاين مواطن ما يعرفش. مواطن ما يعرفش، وهذاك اللي راهو يشري باش يعاود يبيعها يعني يكون يعرف. الممول هو الممول يكون يعرف. نعم. لازم الممول كي يروح يخير. يخير السلعه اللي تليق للعياده، لخاطر هذه هديه لله سبحانه وتعالى. كيما حاجه اللي تكون ما تجوزش العيد ماشي هديه، هذيك كاين مواسم واحده اخرين كيما رمضان تروح اللحام تروح كذا يبيعوها نورمال. كاين مواد.
نعم. طيب الان ربما كاين عائله راهم يتسائلوا حول الاسعار، يعني لما قلت لنا في البدايه انه اقل سعر هو 5 ملايين 5 ملايين و 5 طيب. ملايين 5 ملايين ملايين نعم. طيب 5 ملايين هذا الكبش او الاضحيه اللي رايح يشريها يعني المواطن الجزائري، هل تقدر تليق به؟ ماشي 5 ملايين يجيب خروف، ماشي كبير بزاف، خروف عياده قس مقدور تاعو ماشي حاجة كبيرة بزاف، راه كبش كبير راه يسوى 8 ملايين 10 ملايين. العيادة اللي سنة تسوى 5 ملايين و200، العام اللي فات كتسوى 4 ملايين. العيادة اللي تسوى 10 ملايين، العام اللي فات كتسوى 8 ملايين. صافي زيادة دائما من المليون ل 2 ملايين. ويشوفوا على حسب القدرة الشرائية تاعو، دوكا واحد ما يقدرش يشري كبش ب 10 ملايين، يقدر يشري خروف ب 5 ملايين. وأصلا هو صدقة في الآخر يعني. هو صدقة لله. نعم. ربي يتقبل إن شاء الله. نعم، كذلك ربما قلت لنا أنه الماعز وحتى يعني البقر تربوهم وحتى تبيعوهم، لما نحكي على الماعز تقريبا شحال يكون السعر تاعهم؟ الماعز يبدأوا من 3 ملايين حتى ل 5 ملايين. حتى الماعز وكاين 5 ملايين. كاين حتى ب 5، كاين ب 6 ملايين. حسب الحجم. حسب الحجم كاين حجم. يبداو من 3 ملايين. يبداو من 3 ملايين. نعم. من 3 ملايين حتى ل 5 ملايين 6 ملايين. وكاين اللي يدو الماعز، الماعز الثاني فيه فايده، فيه كوليسترول، فيه صعب السكر. نعم. فيه فايده مليحه. الحليب كذلك، حليب الماعز. الحليب. نعم. طيب جميل انه ربما في بعض المواطنين يخلوا اخر لحظه باش يقتنوا اضحيه. نعم. هذه غلطه. يقولوا انه السعر ينخفض نوعا ما. يقدر. نعم. كما يقدر ينخفض السعر. مليون يقدر يعاود يطلع بمليون. وانا بالمناسبه نهضر نقول لهم باللي يشريو الابوس ما يخلوش النهار التالي. النهار التالي كاين الناس يحبوا يربحوا في ذاك النهار، لازم يروح يجيب مال ما يتعب عليه ما والو، يجيبوه يقول لك انا ندي فيه مليون زياده واحد اخر، وهذيك ماشي مليحه. المواطن ماشي مليحه على الموال اولا، مش المواطن حتى الموال يعني ضاعف لك السعر، الموال هو او يزيد لك السعر اخر لحظه. هي المليحه يشري الافوس بسمانة ب 10 ايام، لاخاطش هذه اضحيه ماشي مليحه تاع النهار التالي تسنها تهبط ولا تعيد، هذه عياده. نعم. خير حاجه زينه، النهار التالي حاجه زينه تكون مكاش، تكون مكاش، ولكت كاين الحاجه وكان الطلب بزاف يزيدوا لها تطلع. كيما تقدر تهبط مليون و500. لكن حابه نفهم انا علاش يزيدوا لها اخر لحظه، لماذا؟ الطلب يكون كاين بزاف، كاين الناس اللي ماهوش اصحاب السوق يدخلوا للسوق. يروح يجيب مال يحب يربح فيه في نهار وخلاص، يعني يشري مال ويعاود يجيبه كيما دوكا. كيما هذاك يقدر يستناه باش يهبط للمليون، الاخر يقدر يستناه باش يطلع له مليون. انا ننصح المواطنين يشروا قبل العيد بسمانه، ما يخلوش 3 ايام التاليين، 3 ايام التاليين يجوا يدوا المال تاعهم. نعم. يشوفوا الناس كاين نقاط تاع البيع يشري عنده وخليه عنده. نعم. يعني استغلال الفرص. نعم. ايه ما يخلوش يستغل الفرص. سيد عبد الحكيم، قلنا فقط الاسعار راح تبقى هكذا ما تعاودش تنخفض ولا على حسب؟ انا حسب رايي يبقى العيد هكذا، مش كيش ما راحش يزيد يطلع، ما عندوش وين يزيد يطلع بزاف المواطن ثاني. وين خفض؟ قلت ما راحش يزيد يطلع. طب هلا راح ينخفض السعر؟ يروح هكذا ما ينخفضش السعر. بعد العيد يكون في هضره اخرى، بعد العيد يكون في انخفاض، ما من حتى للعيد مش كيش. نعم. ان شاء الله. نعم ان شاء الله ربما ينخفضوا الاسعار ان شاء الله، ماذا بينا احنا باش الناس كامل يعيدوا. نعم اكيد. طيب المواطن اللي حاب يقتني الان يعني اضحيه العيد يحوس على المواصفات، يعني انت كموال ربما تقدر يعني توجه المشاهدين لو يحوس يقتني اضحيه العيد مثلا، يعني الاضحيه المعايير تاع الاضحيه. احكينا كيفاش يختار يعني كبش يكون بالمواصفات. كيما الكبش، شوف الحاجه الاولى العياده، حاجه لو ما تكونش هزيله، صافي هزيله هي ضعيفه ما تجوز ضعيفه. لا نحكو يعني لغه السوق، نحكو الان لغه السوق مثلا. مثال كيفاش؟ مثلا لما مواطن او رجل يحب يدخل للسوق يشري يقتني اضحيه مليحه، كيفاش يقدر يعاين؟ هذه النصيحه، النصيحه تاعي الاولى، ماذا بيا الناس اللي يكونوا يروحوا يشروا عياده يكون يعرف السوق. مش يروح يشري بكره خاطر كاين الناس يدي حقه. مثل يشري عياده باين بلاه يخدم يدي حقه لاخاطر راه فيه تعب كبير. مي كاين الناس يدي فوق حقه. واش تقصد حقه فوق حقه؟ مثل في الفائده دوكا واحد كيحب يبيع، واحد اللي يعرف القيمه تاع العيد، مثل الخروف يدي مثل تشريه من الجلفه تشريه ب 6 ملايين تبيعه ب 7 ملايين. مليون هذاك من حقك، عندك فيه الماكله، عندك فيه الاساسيين، عندك فيه الخدمين، عندك الربح تاعك. هذه فيما يخص الموال. فيما يخص الموال، بصح اللي يكون راح يشري عليه في عياده لازم يكون يعرف السوق، مش يقول له هذا وين كاين الناس ما يعرفوا السوق، يقول له هذا بثمانيه يشريه بثمانيه. الحجم هذا نظرا للحجم ديالو. نعم.
طيب لما نحكي على الحجم في بعض الاحيان يعني يبان لك الكبش انه يعني سمين يكون كبير، بعدها لما يذبحوه يسيبوه يعني مشحم كامل ما دوك العياد دوك العياده هي حاجه تكون زينه وباهيه لخاطر العياده لازم يكون كبش شباب قرونو شابين هيدورة شابة. نعم. يكون كبش شباب هذاك تلقى فيه شوية سومة زايدة زعما تلقاش فيه سومة زايدة حتى أسعار خيالية تصيبي حاجة مليحة. أحيانا أصبح لي فقط لما يكون كبش صغير يعني خروف نلقاوه ما يجيش مشحم يكون اللحم تاعو يعني حتى بني هذيك لازم المشتري ما يروحش يشري حاجة ضعيفة ولا حاجة سمينة بزاف ويكون يعرف دوكا كل واحد يكون يعرف من عاد من يشري مولاه يكون على باله واش راه واكلو خاطر كاين وين تروح تشري حاجة تلقاه سمين بزاف هذه سمين بزاف. نرجع لهذ النقطة فقط قلت لنا واش وكلوا أحيانا يعني ما نعرفوش هذاك الكبش واش كان ياكل، هل كان ياكل علف ولا أشياء أخرى؟ هذه الحاجة ما يقدرش يتعرف عليها المواطن. الموال هو اللي يقدر يحدد. الموال هو اللي يقدر يعرف هذا المال تاعو واش كان ياكل. كيما دوك الخروف كامل راهو يعلف، يسرح ويعلف. نعم. لازم كي تروح تشري انت تشوفوا لقيته قاصر بزاف راه باللي يكون ناقص فيه. العلف اللي هو القمح الشعير. الشعير نعم. والنخاله والعلف يخدموا سبيسيال هكذا العلف سبيسيال تاع الموالين. نعم. هذا الشيء ربما ما يخليش ربما الخروف او الكبش الخروف يكون مليح، الخروف الحال الماكله تاعو المليحه ياكل القرط وياكل العلف النخاله والشعير هذا طيب هو العلف. كاين كذلك موالين يعطوا الخبز للمشيه تاعهم. الخبز مش مليح. مش مليح مش مليح اما في اللحم يجي ناقص وما ماشي مليح ما اللي ياكلو ماشي مليح يقدر يتبلوكا له يقدر يموت له كذلك سيد عبد الحكيم نشوفوا احيانا وين المواطن يجي يشري كبش لما يديه للدار يعني اسبوع ولا ثلاث ايام قبل العيد يبدا يسعى اللي يحسوا انه مريض فواش يقدر كما قضية تاع السعله كما خروف كي يسعل والله هذاك نشوف كان بزاف حكيت لك على السعله لانه نشوفها بزاف عندنا كان كما السعله كان وين يضربوا الريح يضربوا الهواء يبدا يسعل هذاك عادي نورمال يسعل يوم يومين نورمال واش يقدروا يديروا له في البيت؟ واش يقدروا يعطوا له باش تحبس السعله؟ يقدر يعيط للطبيب البيطري نعم البيطري عنده تشيكه عنده التشيكه تاعو الدواء تاعو اللي هو فيه الديلي تاعو كاين ديلي تاع 28 يوم ما يذبحش كاين ديلي تاع سمانه ما يذبحش كاين ديلي تاع يومين ما يذبحش لازم يكون عندك تكون عندك معلومات من غير سعله من غير سعله اشياء اخرى يقدر يمرض بها يقدر يتكسر ما يجازش يقدر يتكسر لك يقدر يسيل له الدم ولا تقدر تعاود ترجع المولى وبالنسبه للكيس المائي هذا كيبان في لما نذبحوا الكبش لازم نخلصوا منه طبعا فورا بيان سور هذاك نعم طيب جميل الان نرجعوا الى نقاط البيع هنا في الجزائر العاصمه يعني باش نوجهوا كذلك دائما لخدمه المواطن وتحكي لنا عن بعض النقاط اللي نقدروا نقتنيوا منها اضحيه العيد. دوكا احنا كيما راني على حسب المعلومات اللي عندي انايا الناس راهم يكريو وحدهم كل واحد راه يكري ويدير بلاصه وحده ما كانش ما عندناش نقاط تاع البيع هنا في العاصمه في الجزائر. نعم. وانا نطلب باش يديروا لنا نقاط تاع البيع نقاط باينين تاع البيع تكون مرخصه تكون مرخصه من عند الدوله باش الناس يبيعوا فيها باش يسهلوا المهمه للفلاح اللي يكون منا ومنا في الجلفه وبعيد وفي المديه كذا كي يجي يصيب وين يبيع ماشي كي يجي لهنا يبيع الكبش تاعو ما يلقاش حتى وين يبيع يجي يبيع يعود يتبعوا فيه يعود يدير ازدحام في الطريق يعني في بعض النقاط مثلا هنا في الجزائر العاصمه تسمي لنا اماكن يقدروا المواطنين يروحوا يقتنيوا منها اضحيه العيد مثلا نبداو بك يلا انا في شراقه نعم انا في شراقه انا عندي بكاري بلاصه داير باركينغ هكذا كبير طونوبيلات يدخلوا بالعقل يشرعوا عليا وانا راني ممول معروف العام 12 شهر دوكا ولاو ما كاش نقاط البيع خاصين الناس هم يكروا بدراهمهم يديروا بلايص يكروا في البعض لا نحكي على المكان بصفة عامة كما في شراقة كان نقطة البيع عين يعني بنيان كان نقطة البيع ولا تفيد هاي كل بلاصة فيها نقطة البيع الناس يعرفوا كيفاش يخدموا كاين نقاط الناس هم يكروا وشنو هذه البلايص يكروا بدراهم هما ماشي قال مثل الدول البلدية مخصصة لهم أماكن للبيع هي حاجة مليحة نتمنى البلديات يخصوا أماكن للبيع ولو كان في شهر العيد برك باش الناس كي يجوا ما يعياوش هاد كاين الناس عندهم المال منا ومنا ما يقدروش يجيبوه للعاصمه والمواطن نظن انه يفضل دائما يشري كبش العيد من قبل الموال ما يحبش يشريه من عند البائع العادي ماذا به ماذا به حتى باش ينصحوا المواصفات كيفاش يخير كبش العيد بارك الله فيك حاجه تفضل حاجه تاع فلاح كيبيع لك الفلاح على بال واش راه موكل وهي كاين لازم
لازم التجاره، لازم كاين تاجر كاين يقول لك سمسار، هذه ماشي سمسار، كاين تجاره، تجاره من بكري كاينه. ودوكا كل ما يكونش تاجر كاين فلاح ما عندوش، ما يقدرش يجي لهنا العاصمه، ما يعرفش، ما يقدرش. لازم التاجر يروح يشري ويجيب، وكاين ناس تجار يعرفوا حفظهم الله، يعرفوا يخدموا يجيب ويبيع لك سومه مليحه. نعم كذلك يعني في بعض المواطنين يفضلوا يشتروا أضحية العيد، يعني يروحوا مثلا إلى المناطق الصحراوية، يروحوا للجلفة، يروحوا إلى عدة مناطق يعني ليكونوا فيها يعني تكون فيها يكونوا فيها الكباش، يقول لك مثلا السعر راح ينقص مثل ما، هل هذا الشيء صحيح؟ أنا نتمنى المواطنين اللي يروحوا منا ومنا يشروا يتاحوا مع ناس ملاح يعرفوا يبيعوا لهم، لخاطر كي واحد يطلع منا من العاصمة ولا بومرداس ولا البيدا يروح منا ومنا باش يشري، ما من هيه كاين ناس يغتنموا الفرصه يقول لك هاو جا من بعيد نجبد معاه نبيع له مليح، نبيع له مليح ما يستحفظش عليه. وكاين ناس لا يخافوا ربي شغل كل عام يروحوا ليه. طيب لو تعامل هذاك الموال يعني بمهنيه خليني نقول معلش. نعم طيب هل السعر راح ينقص؟ كي يبيع شوف دوكا كيما هو المثل، نعطيك مثال دوكا واحد يبيع المال تاعو بالجمله لهيه ب 8 ملايين. يبيع بالجمله ب 8 ملايين، نروح ليه انايا تاجر نشري عليه ب 8 ملايين، يروح ليه واحد ما يعرفش السوق يقول له شحال تبيعوا لي، يقدر يبيع له حبه ب 10 ملايين. هو هذيك ال 10 ملايين كي يجي لهنا يشوفها يشوفها بلا واش لها رخيصه، بصح هو راه واش لها غاليه. لانه ماشي لما يشري جمله يشري جمله تكون مليحه يعني نفس السعر تقريبا. نفس السعر ياهم يعياو باطل، يروح منا للهيه وهذوك اللي يقول لك بلي ناقصه 3 ملايين 4 ملايين، هاك تخير واحد في وسط في وسط 50 50 كبش تخير واحد، هذاك الواحد لازم يكون فيه هكذا هي. يعني نشوفوا هذا الفرق ما نشوفوهش صراحه، تاع 3 ملايين فرق لا لا ما نقدروش نلقاوه. ما نقدروش بصح العام هذا راني نهضر في الفيسبوك، كاين ناس راهم يجوا ليا راهم يقولوا لي العيا كي نعطيهم السومه يقولوا لي بزاف، رانا نسمعوا في الفيسبوك يقول لك كبش ب 15 كبش ب 20 كبش ب 30 كبش كذا. كاين اكباش 15 مليون، كاين اكباش ب 15 كاين ب 18 كاين ب 20 18 20 اي بصح هذوك ماشي كامل، مثلو في السوق تلقى واحد عنده كباش يبيعهم ب 18 تلقاه كبش كبير، كبش كبير مثلو سلعه على راس كبيره وهذاك تلقاه يبيعوا بزياده. طيب شحال يكون العمر تاعو هذا الكبش؟ كاينين تلقاه ثني والله كبش رباع تلقاه كبير ب 18 مليون ب 19. كيفاش يقدر الكبش ثني يعني مثلا يكبر على راس سلعه سلعه على راس تاعو يتهلى فيه مولاه يتهلى على راس يعني يعطي له الاكل بزياده يا لا لا هما كامل يوكلوا كيف كيف، كاين السلعه كما تاع ولاد جلال هذيك كما تاع حاسي بحبح، لكن ماشي يعملوا لهم حاجات باش لا 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 يكبروا هذاك يربيه عام هو يربي فيه يعني طبيعي طبيعي يوفر له العلف تاعو عام وتكون راس تاعو شابه يكون كبش مليح والنعجه مليحه يربوه يكبر يكبر نورمال. طيب على ذكر النوعيه ربما او الاراس كما قلت لنا يعني هل ولاد جلال هم احسن نوعيه في الزعيم؟ كاين سلعه تاع ولاد جلال هي اللي تجي كبيره بزاف. نعم كاين سلعه تاع بحبح ولاد جلال بسكره بسكره نعم هذه بصح شنو كاين سلعه، كاين سلعه تاع بحبح في الماكله تجي مليحه كبش يكون عنده قرون كل سلعه ومواليها، كاين اللي ما يحبوش كاين تاع ولاد جلال تجي فرطاسه بزاف ما عندهاش قرون، كاين ما يحبوش في العاصمه هنا ما يحبوش يعب كبش يكون مقران شباب هيدوره شابه كاين ما يحبوش الحم يكون مهم كبش شباب. طيب يعني هل ينقص سعر بالقرون ام لا؟ ينقص نعم شحال تقريبا؟ حتى للمليون مليون حتى المليون. يعني القرون مليون مليون حتى المليون انا كاين اكباش نجيبهم فرطاس ما يمشيش تقعد تقول له هاولك فرطاس يقول لك انا نحب انا نحب لا القرون صراحه ايه يقول لك نحب كبش مقران وكبش نقي هي دوره شابه كاين كذلك اللي يحب كاين يفسخ شويه باك تنقص حتى 500 الف كاين اللي يحب راس اسود يعني كاين اللي يحب راس يكون اسود كبش سني. نعم سني نعم زايد هذاك يكون زايد يكون زايد سني نعم نعم يعني حتى اللون ديالو اللون تاعو نعم يكون زايد شويه نعم جميل. طيب ربما يعني نصائح تقدمها للمشاهدين في الاخير فيما يخص هذا الموضوع دائما لاختيار اضحيه العيد. انا نتمنى الناس ما يخلوش النهار التالي ونتمنى يعرفوا مع من يشرو يكون يدور يعرف السوق يعرف السعر ماشي غير يروح يشري برك لازم يكون واحد يشري من عند واحد اللي يكون يعرفه لاخاطر اللي يكون التاجر هذاك والله اللي يكون مربيهم يكون يعرف خروف مريض يكون كذا يكون على بالوش كاين
نعم. طيب في نقطة يعني باش نختموا بها، يعني في بعض العائلات لما تقتني أضحية العيد يقعد لها 3 أيام يموت لها يعني الكبش اللي أشرته، هل تتوجه إلى الموال أو تقدروا تعوضوا له أنتم كموالين؟ لا لا، ما نقدروش نعوضوا له، خاطر كاين اللي يديه مثله. أنا كان ياكل عندي ماكلة، ياكل عندي شعير ويأكل عندي النخالة، يدوه يعطوا له الحشيش، في يقدر في نهار يموت. كان من ما ياكلش الخبز، هنا يعطوا له الخبز في نهار يقدر يموت. هذيك ما تضمنلوش فيها، انت تضمن له تعطي له خروف، مش مريض، ما يسعلش، ما اعمى هايدي، بصح باش يديه في نهار يبلوكيه بالماكله. انا كان نعطي له قيسه، نعطي له مثل ياكل كيلو، كان نعطي له كيلو، كان يديه للدار يعطي له 4 كيلو تبلوكيه. حتى لو كلا نفس الاكل يعني اللي هو العلف، ولكن بزياده يعني كبيرة، بكميه كبيره يقدر يموت. يقدر تبلوكي في نهاره، تقدر طرف، حنا نعيطوا له طرف هذا، يقدر يموت في نهاره. طيب لو توجه ليك نفس الشخص ربما يحب يقتني من عندك اضحيه ثانيه، هل راح يكون سعر ديروا له سعر يعني؟ تقدر الا كان طاح مع واحد فلاح وكذا يقدر يعاونه، ما فيها والو، يقدر ينقص له، ما يديش معاه ينقص له حتى 2 ملايين والله يساعده، ما فيها والو. نعم جميل. ان شاء الله المشاهدين قلتنا راك متواجد بشراكه ان شاء الله. نعم، وانت يعني موال فلاح موال، يعني اهل اختصاص، فتقدر حتى تنصح المواطن كيفاش يقتني اضحيه. نعم. العيد قلتنا لك معروف في شراكه بالعاصمه، نحب يجي لعندك. معليش، معروف في شراكه، انا نخدم تما. نعم نعم جميل، شكرا. نعم. لك على كل هذه المعلومات سيد عبد الحكيم. معليش بعد الهضره، تفضل. اكيد تفضل. في الاخير انا نشكر الفلاحين اللي وفروا لنا السلعه، خاطرهم يعيوا معها بزاف. ونشكر الامن الوطني من الحدود للحدود اللي راهم واقفين ثاني وصاهرين على حراسه املاك المواطنين واملاك الدوله. شكرا لك. في الاخير هذا واش حبيت قلنا؟ هذه الحمد لله. نشكرك وصحة عيدكم، كل عام الله يكرمك، كل عام وانت بخير. كنت حاضر معنا عبد الحكيم ورقعة في صباح الوطنية. نشكركم انتم مشاهدينا الكرام اللي تبعتونا واللي راكم تبعوا فينا واللي مازال تبعوا فينا، لانه حلقتنا مازال ما خلصتش.